هذاك مسكين البارح سمعت واحد الفيديو ديال المهداوي مسكين، المهداوي غادي يتسطى، وداك الشيء اللي كيقول المهداوي راه قلنا شحال هذه ولا كيف في بلادنا شده عصابه، هاد العصابه هي الجدرميه والبوليس والمخازنيه وخدام الدوله، هادو هما العصابه يعني وزاره الداخليه مع المخازنيه مع الجدرميه مع البوليس، هادو تغولوا وكيخربوا البلاد، وسيدنا راه خرج هدر والله لا قدر عليهم، ما كاينش. شوف نقول لكم واحد الحاجه غتجيكم غريبه، انا كنظن كاينه جمهوريه في المغرب شحال هادي ولكن غير معلنه. اخويا شكون انت؟ مراد سميتي مراد حراق، انا حراق اخويا، انا طبيب عسكري مغربي حراق في الخارج، ما كاينش المغرب، جبت التوني ديالي وغندور بها العالم كله، غنحرك العالم كله. دونك هادي درتها تضامنا مع الحراقه مساكن داك 10000 مغربي ولا اكثر اللي كاينين دابا في الخارج وباغيين يردوهم. دونك على داكشي درت هاد لامارش بالتوني ديالي باش العالم يعرف اش وقع في المغرب. قلت لكم الملك ديالنا الى ديباسي هذاك الخطوة، يعني اخر ديسكور ديالو كيبين شنو كاين، لان ما يمكنش كاين في البلاد الناس اللي كيمشيو ضد الاوامر ديال الملك ديالنا، اولا باش تعرفوا كلشي داكشي اللي كيوقع في المغرب ديال حفل الولاء وداكشي هذا كله غير تناوي، هذاك غير فيلم لينا حنا المغاربه، ما راه كاين جمهوريه مش حال هادي نون ديكلاري دايرينها وحدين تما معروفين هضرنا عليهم ومجموعين بيناتهم و يغان دو طون، يعني هاد الانتخابات وهذا غير باش يبقى يشفر، اما هي راه ما كاين والو هما اللي كيحكموا. دونك الله يكون في عونكم، وانا كنزيد نقول لكم باش ما نضيعش الوقت، هادي هضر على السي المهداوي، داكشي اللي قال كله صحيح، وسي المهداوي كيقلب على الحقيقه، وسي المهداوي الا قصتوه راه غتجبد عليكم النحل، لا هو ولا اي واحد، ولا مول كاسكيطا ولا سكيزوفرين ولا داك سباعي مسكين ديال حقوق الانسان حمايه المال العام، كاملين هادوك هما اللي كاينين. شتي المغرب كله 40 مليون في واحد 10 اخوتي المغاربه اللي كيدافعوا عليكم، من غير هادوك الناس ديال اللي كاينين مور لور كلافي وطنيين تا هما كيديروا اللي يقدروا عليه في فيسبوك. وصلنا لواحد النقطه كلشي بدا كيتفضح، دابا انا سكو جاتون شنو هي لا رياكسيون ديال لي بوتشيست، هاد الربعه اللي هضرت لك عليهم، هاد رؤساء الجدرمية والمخازنية والبوليس وخدام الدولة، شنو غادي يديروا؟ بنادم صفار مجرم قتال باغي يعيش غير هو وولادو، راه هضر سميتو المهداوي قال لك الحموشي سيد دو بوست، الحصاد الصفار هذاك المخازني ميناب المعروف المخازنية كيتشكاو منه، يعني شكون حنا؟ البوليس راه الكلاب راك عارفين، الحمو ما عرف شنو دايرين تما راه كيشفروكم بالعلالي، اش باقي اخر؟ اش باقي اخر اخوتي المغرب؟ والديكم كيموتوا في السبيطارات، التعليم قتلوه، اش باقي كتسناو؟ واش بغيتوا الملك ديالنا يخرج يقول لكم ديروا انقلاب ولا ديروا شنو انقلاب؟ انقلاب راه كاين، ديروا ريفوليسيون، الملك صافي راه قال لكم عليه، صافي، قلت لكم دافعوا على راسكم، هي اللي كنديروا دابا، ها هي اللي غنبدا ندير انا، شتي انا سمعت الخطاب ديال سيدنا، شويه شفت المهداوي اش كيقول، كاينين حسينا بان كاين شويه الرجال في المغرب، فاحنا حتى حنا غادي نترجلوا معكم المداوي، والمداوي الله يعطيك الصحة، مداوي الكاسك مول الكاسكيطا سكيزوفري كلكم الله يعطيكم الصحة، حتى إلا متنا هنا راه نموتوا بخير، ولكن حنا قلت لهم أنا قلت لهم واحد النهار إلا مت حرقوني وما نرجعش المغرب، وتصوروا اللي في 10000 واحد في ألمانيا، ردوا بالكم ما كاينش رجوع، ما كاين والو، ذاك النهار شفتكم كتقولوا خرجتوا على العيش الكريم باش تخدم على والديك، ما عندك فين ترجع، صافي. والرساله الاخيره اللي غادي نقول لكم، ديروا جمعيه بيناتكم باش تفهموا، خلينا من داك الحقد والحسد وداك الافكار ديال المغرب، انا شفت لكم الاسارير ديالكم تبدلات، وليتوا ظريفين وكتهضروا مزيان ومرتاحين، ياك عندي الحق، واحد الطبيب داكشي باش ما صالحش المغرب، الاسارير ديالك والنفس ديالك مرتاحه وانت في المانيا وانت في السويد، واخا حراق واخا درت عليك هاد المشاكل وهاد البرد القارس، ولكن ديروا جمعيه ونديروا الناطق بالاسم ديالها وانا داروني معكم، ونمشيو للامم المتحده ونحطوا شي دوسي ديالنا باش ما نرجعوش لذاك البلاد، نشرحوا لعباد الله اش كاين، فهمتوا؟ ونفهموهم كل شيء.